وكان هذا اللقاء يتدعى ويطلب اللقاء سيادة فخامة الرئيس الفتاح السيسي الذي سبق لنا له التفويض من رئاسة البرلمان المستشار عقيلة صالح والقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر. فنحن اليوم كان هذا الاجتماع اجتماع شيق وجاد على تدخل السافر التركي في أراضينا وأراضي ليبيا. هو استعداد للوقوف إلى جانب الليبيين، إلى جانب ليبيا بصفة عامة، يعني هو يقف مع القوات المسلحة العربية الليبية، يدعمها ضد أي احتلال أجنبي، هو يقف مع الشعب الليبي لحل مشاكله، يحث في الليبيين على توحيد كلمتهم وعلى معالجة مشاكلهم الداخلية ومحاولة إقناع الطرف الآخر. فخامة الرئيس ما يعرفش أن الطرف الآخر مغلوب على أمره، يعني احنا ذكرنا أن جزء من ليبيا يعتبر محتل، وبالتالي إرادة الليبيين في تلك المنطقة مسلوبة ومغلوبة على أمرهم. ما عندكش مع من تحكي.